وانت ما تعرفش الديناصورات انقرضت ليه؟ نعم، الفرق بين السايبر عم محمود وفوتوكوبي زي الفرق بين حليمة بولند وانجينا جولي. شكلك ما تعرفش انجينا جولي. انا بحب الافلام قوي بس عمري ما دخلت السينما. عمرك ما دخلت سينما؟ لا يعني عمري ما دخلت السينما مع حد، دايما ببقى لوحدي. انت جميلة قوي يا ست صفية. انا ناقصني حاجات كتيره قوي قوي يا دانيا، ادعي لي بالشفا. انا بصور الورقه ب10 ساغ والمحل بينش. فين الفلوس؟ طب استهدى بالله. الله، وانا كل ما اكلمك في فلوس تقول استهدى بالله. لما كان حد بيطلب مني شغلانه عشان اخلصها له كان يحلفني يقول لي وحياه عيالك، وانا ما عنديش عيال. عيل ايه يا راجل يا عجوز انت؟ احنا بنشطب يا محمود واحنا مش حاسين. محمود، انا قررت اعيش. هتوحشني النهارده. عيد الحب يعني الفالنتين كده بس تقفيل مصر. عاوز النت ملك. عايز ادور على حاجه في النت. تتجوزينا يا ست صفيه؟ اخرس يا لموا الاجهزه وتعالوا ورايا. الناس، وهي الناس يعني انا عندي السكر وعندي ابن راجل بيشتغل، ما ينفعش. انا بفكر اعمل لها مفاجاه على الفالنتين. فالنتين مرة واحدة؟ يا عم محمود يا شقي، تصدق ما اعرفش اسمه محمود ايه، بس هم بيقولوا له محمود فوتوكوبي. للدرجة دي انت فاضي؟ قاعد بتفرج على حيوانات؟ مش حيوانات، دي ديناصورات انقرضت.